الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم إلى الأخبار الليلة التي نناقش فيها أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من تطورات البحر الأحمر والمهمة الأوروبية المرتقبة لتأمين خطوط الملاحة والتحركات الإيرانية الموازية، ونتابع أيضا تطورات الأزمة الباكستانية الإيرانية التي تتجه نحو التهدئة والحل مع تحركات إيجابية ضمن المسار الدبلوماسي. وفي العراق لغة حادة من رئيس الوزراء العراقي نحو الداخل والخارج فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت مؤخرا والجهات التي تقف خلفها. وأخيرا نراقب الخلاف المتصاعد بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب فيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الدولة الفلسطينية. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. إيران تستعرض بأسطول حربي في المياه الدولية، الاتحاد الأوروبي يحذرها ويشكل قوة بضوء أخضر لاستخدام القوة ضد الحوثيين. باكستان وإيران ينزعان فتيل التوتر على حدودهما، عودة وشيكة لسفيري البلدين واستئناف العلاقات الدبلوماسية. بعد مئات الهجمات، رئيس الوزراء العراقي يحذر من سلب حكومته لدورها الأمني ويؤكد أنه لن يتردد في حماية السيادة. مستقبل الدولة الفلسطينية يضيع بين خلافات واشنطن وتل أبيب. الاتحاد الأوروبي يعرض خريطة لحل الدولتين ويهدد تل أبيب بأدوات ضغط. الملف الأول والأسخن هو البحر الأحمر. مياه البحر الأحمر مضطربة كحال الأوضاع الأمنية في الممرات التي تسلكها السفن التجارية بسبب الهجمات التي تقودها ميليشيا الحوثي بالمسيرات والصواريخ، وتسببت في تراجع إمدادات التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب ومنه إلى قناة السويس. وبين هجمات الحوثي والاتهامات الأمريكية لإيران بدعمهم عسكريا وتوجيههم، تبعث طهران رسائل مبطنة وتترك لخصومها مهمة التفسير. اليوم أعلن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني نشر أسطول بحري حربي فيما وصفه بمهمة متعددة الأبعاد في المياه الدولية، وأشار إلى أن 4 أساطيل مقاتلة تقوم حاليا بمهام في المياه الدولية في نفس التوقيت، وأشاد بعمليتين نفذتهما البحرية خلال الأشهر الماضية، إحداهما ضبط ناقلة نفط أمريكية انتهكت القواعد في بحر عمان وفق قوله. إذن العالم كله، الأمريكيون، الأوروبيون، الكل يتحالف في إطار توحيد هذا الضبط للمياه الإقليمية في البحر الأحمر. نقلت قناة VRT البلجيكية عن مصادر حكومية قولها إن بروكسل ستقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات ميليشيا الحوثي. هذا وكشف دبلوماسي أوروبي للحدث أن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية ستطلق في وقت قريب لحماية حرية الملاحة، وتتمثل في مرافقة السفن التجارية في مضيق باب المندب وخليج عدن، وأن الأسطول الأوروبي سيكون مجهزا بعتاد الدفاع الضروري لحماية الملاحة التجارية. كما أكد أن قواعد اشتباك الأسطول الأوروبي ستشمل استخدام كافة أنواع القوة لردع الاعتداءات على
السفن. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أيضا للحدث أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران بأن اعتداءات الحوثيين ستقود إلى توسيع الحرب ونسف مباحثات السلام في اليمن. في موازاة هذا التصعيد العسكري في البحر الأحمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشحن CMA إن الاضطرابات الناجمة عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد تستمر لأشهر عدة، وأشار إلى أن شركته لا تزال ترسل بعض السفن عبر مسار قناة السويس عندما يكون متاحا أن ترافقها سفينة حربية فرنسية، لكن الوضع جعل جدول أعمال الشركة في حالة من الفوضى الكاملة. من جانبها قالت شركة الشحن الدنماركية مارسك أنها علقت مؤقتا الحجوزات إلى جيبوتي من آسيا والشرق الأوسط وشرق إفريقيا وجنوبها ضمن خدمة مسار الشحن التي تفرضها في هذا الوقت. وقالت مارسك في بيان إن الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن لا يزال متقلبا، وجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة تؤكد أن المخاطر الأمنية لا تزال عند مستوى مرتفع للغاية. إذن أسئلة كثيرة تطرح في إطار نشر 4 أساطيل إيرانية، وفي موازاة أيضا تسخين من قبل الجانب الأوروبي والأمريكي، وهل تنطبق فكرة عسكرة البحر الأحمر بشكل كامل؟ سأناقش هذا من دبي المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة الحدث مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك. من بروكسل تنضم إلينا أولينا أوريلي بوغنيت خبيرة السياسة الخارجية والدفاع الأوروبي، أهلا بك أوريلي. يعني أبدأ مع مسعود. مسعود، إلى أي حد يمكن ما تم نشره من قبل الإيرانيين اليوم، ربما 4 أساطيل مرة واحدة، إلى أي حد يمكن قراءة فكرة التصعيد الإيراني؟ دائما كنا نتحدث عن ردع وحرب. ردع ممكن تكون مقبولة، لكن فكرة أن يتحول الردع إلى حرب ومواجهة وعسكرة في خليج عدن والبحر الأحمر وهذه الممرات المائية، ربما هذا السؤال أو هذا التخوف الأكبر. يعني تحيات لك ولضيف الكريم. بلا شك ما تقوم به إيران يمكن فهمه في إطار عرض القوة أمام الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الذي أوجدته البحر الأحمر وفي باب المندب، والضربات التي وجهتها إلى الحوثيين. إيران تريد أن تبعث رسالة للحوثيين الذين تدعمهم وترفضهم بالسلاح والمال بأن إيران تقف إلى جانبه. ولكن هل الأسطول الإيراني بإمكانه مواجهة القوة البحرية الأمريكية؟ نحن نعرف القوة البحرية الأمريكية هي من ناحية الترتيب في العالم الأولى، تتقدم على الصين، على الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى على على روسيا. وأيضا إذا نظرنا إلى الترتيب نرى بأن إيران تقريبا في رتبة 20، في حين هناك دول في منطقة الشرق الأوسط تتقدم على إيران، دولتين عربيتين، مصر. ما زالت السفن الأمريكية تهاجم مسعود، يعني السفن الأمريكية ما زالت تهاجم، تهديد الحوثي ما زال مستمر، الشركات العاملة في البحر الأحمر تؤجل مرورها أو تغير مرورها، وهنا عن الجدوى. يعني إذا كان ما تقوله صحيح، فإلى أي حد يمكن القول أنه لا جدوى حتى الآن، حتى من فكرة تأكيد الحماية في خليج عدن أو في البحر الأحمر؟
بلا شك لو قرأنا تصريحات قائد القوة البحرية للجيش الإيراني شهرام إيراني، يقول بأن هذه السفن في البحر الأحمر هي لحماية السفن التجارية الإيرانية، ويقول أيضا بأن أسطولنا البحري يتواجد في منطقة لا يمكن للأساطيل الأخرى تتواجد فيها. يعني الحوثيين سوف لن يهاجموا السفن الإيرانية، لذا هذه المقارنة من قائد القوى البحرية الإيرانية باعتقادي ليس في محله. إيران في واقع الأمر تريد من ناحية أخرى تبرز نفسها كقوة بحرية، بينما الأسطول الإيراني أسطول إلى حد ما أسطول قديم. معظم القطع الإيرانية انضمت إلى القوة البحرية الإيرانية قبل الثورة، وكل هذه الأمور في واقع الأمر تجعل قوة المنافسة لهذه القوة البحرية شبه معدومة، إلا أنها بإمكانها أن تخلق أجواء، نوع من الأجواء التي تظهر للعالم بأنها بإمكانها خلق توتر ولا أن في البحر الأحمر. طيب أوريلي بوغنيت في بروكسل، ماذا بعد؟ هذا هو السؤال الآن. يعني بالأمس كنا نناقش القوة الأوروبية التي يعني الأوروبيون ينون تشكيلها في البحر الأحمر، ولكن والأمريكيين موجودين بقوة شكلت الشهر الماضي، وبريطانيين موجودين أيضا، الضربات مستمرة على الحوثيين، لكن اليوم مجموعة CMASG تغير مسار عبورها، أيضا شركة شحن ميرسك ما زالت ترى أن الأوضاع مضطربة، حركة السفن غير آمنة. وبالتالي هنا السؤال الأبرز عن الجدوى، يعني بعد كل هذه العسكرة في البحر الأحمر ما زال الحوثيون يعني يحدثون هذا الارتباك في حركة التجارة البحرية؟ نعم، بالنسبة لبروكسل ولكل الدول الأوروبية هو سبب قلق ومدعاة للقلق لنا جميعا، ونتحدث عن مخاطر المنطقة وتصعيد للمنطقة إن لم يكن على نطاق أوسع. ونحن قررنا توجيه بعثة عسكرية في البحر الأحمر للمراقبة وللردع من أي هجوم من حوثي. هذه هي الفكرة، وكما قلت فهي عسكرة، كما قلت أوجدت بسبب هذه الهجمات التي تقوم بها قوات الحوثيين على السفن. الأوروبيين يقومون ببعثة مختلفة عن الأمريكيين، وهم أصبح لهم بصمة أخرى ووجود آخر في المنطقة. بالأمس طرحت هذا السؤال، وهو فكرة هل يعني تتفقين أن في اختلاف ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الأوروبية؟ لأنه لو كان كذلك لشكل الأوروبيون والأمريكيون قوة واحدة فقط، لكن بالأمس الأوروبيون شكلوا قوة والأمريكيين لديهم قوة فعلا. يعني هل تعتقدين في اختلاف في الرؤى ما بين الأمريكيين والأوروبيين، ولمصلحة من؟ Well, in Europe, so at the moment they have the European Union. في الوقت الراهن في أوروبا هذه البعثة التي ستكون في خليج عدن وفي مضيق هرمز، هذا هو الأوروبيين الخارج الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي، هم من لهم مثل هذه البعثات في أنحاء العالم، وسيستفيدون منها لتكون قادرة على الردع، وهي مختلفة عن البعثة الأمريكية ولا تنطبق علينا نفس القواعد والقوانين. فإن كان الأوروبيين سينضمون إلى البعثة الأمريكية أو القوى الأمريكية سيتفقون مع طريقة عملها.
القوى الأوروبية دفاعية وطريقة عملهم مختلفة، وبالتالي يقولون أن الفكرة هي أن السفن مثلا تعرضت لشيء، هم يقومون بمراقبة، فالولايات المتحدة ليس لها كلمة فيما تقوم به يقوم به الاتحاد الأوروبي في بعثته. طريقة القرار وطريقة العمل مختلفة بين الطرفين. بالطبع هناك تنسيق بين الأوروبيين والأمريكان، وبالتأكيد هناك تواصل، إلا أنه سبب استغراق الوقت أطول فهو أن الدول مثل إسبانيا كانت مترددة في المشاركة في التحالف الأمريكي، ولا يريدون أن يشاركوا مع الولايات المتحدة بسبب الطرف المسؤول عن اتخاذ القرار ونوعية القرارات المتخذة وأي والمواجهات، وبالتالي هذا ينطلي على كل الدول في المنطقة. أستاذ مسعود، بعض الكتابات اليوم مختلفة شوية مغايرة وناقشها معك. الحقيقة البعض يقول ومن قال إن إيران ممكن أن تريد التهدئة تحديدا في البحر الأحمر؟ قد تسعى إلى التهدئة في الخليج العربي لأنه يعني هي متأثرة به بشكل كبير، لكن البحر الأحمر هي تحارب في غير أراضيها، فمن مصلحتها أن يكون هناك ذلك التوتير الكبير كأداة ضغط على كل الدول المتشاطئة مع البحر الأحمر، وقد يصل الضغط إلى مصر نفسها عبر قناة السويس. وبالتالي هذه الرؤية إلى أي حد ممكن تكون إحدى أدوات الضغط الإيراني في توتير هذا الممر المائي الذي هو بعيد عنها أصلاً؟ يعني وزير الخارجية الإيراني في مقابلة وسائل الإعلام الأمريكية قال بأن إيران تريد التهدئة في البحر الأحمر، وتريد سلامة الملاحة تكون مضمون في البحر الأحمر، ولكن عمليا نحن نعرف الطرف الذي يهدد الملاحة في البحر الأحمر هو طرف متحالف مع إيران. إيران تؤكد بأنها لا يمكنها أن تتحكم بالقرار الحوثي، وتعتبر القرار الحوثي قرارا مستقلا يتم اتخاذه من قبل الحوثيين وفقا لمصالح بلدهم حسب ما تقول إيران. ولكن من يعطيك السلاح، من يعطيك المال، من يعطيك الإمكانيات، من يمدك بكثير من المستلزمات التي تجعلك تصبح قوة تهدد الأمن، أمن الملاحة البحرية، هو يعتبر شريك مع ما تقوم به. لا يمكن لإيران يعني من ناحية حتى الأخلاقية أن تقول أنا لا دور لي فيما يقوم به الحوثي بالبحر الأحمر. لا، إيران لها دور، وهذا عمل كلام منطقي، يعني هذا الدور هو الدور الإيراني، ولكن دور بالنيابة. لذا ما يتم في البحر الأحمر في واقع الأمر يرى الأمريكيون ويرى الأوروبيون بأن إيران هي أيضا مسؤولة، ويعتبرونها مسؤولة مباشرة في هذا الأمر، لأن هي الداعم الأساسي لمن ينفذ هذا اللاعم، من يطبق اللاعم في البحر الأحمر. والضرر الأول هو للدول المشاطئة للبحر الأحمر وليس لإسرائيل، لأن إسرائيل معظم تجارة إسرائيل تتم عبر البحر المتوسط. صحيح. طيب أخذ رأي أورلي بوغنيت في هذه النقطة، لما لا يتواصل أورلي الأوروبيون مباشرة مع الإيرانيين طالما الكل يعرف، أوروبيون وأمريكيون، أن الريموت كنترول والمفتاح موجود في طهران وليس عند الحوثيين في اليمن؟ لماذا لا يتواصل الأوروبيون سياسيا بشكل مباشر؟ هل قطع الحبل بشكل كامل أم ما زال هناك ذلك الاتصال الذي كنا نتابعه في مفاوضات الملف الإيراني النووي؟
بالطبع دائما نتوقع أن الأوروبيين يتواصلون مع طهران بشكل أو بآخر وعلى مستوى الأوروبي أو في العواصم الأوروبية، وكما قلت كما فعلوا في الملف النووي هناك اتصالات، وكانت وتحدثوا بشكل علني أنهم لا يريدون عودة الميليشيا الإيرانية للعودة وتزعزع استقرار المنطقة، وطلبوا مباشرة من إيران للمساعدة أن هذه الميليشيا لا تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار. هناك قنوات لكننا لسنا على اطلاع بكل ما يتم، فهذه الدبلوماسية دائما تحدث وراء الأبواب الموصدة، إلا أنني أعتقد أن هناك اتصالات حسب ما نعلم. والسؤال، هل إيران ستصغي وهل ستفعل شيئا حيال ذلك؟ والأوروبيين وجدوا هذه القوة في تلك المنطقة ليبدوا جديتهم وجدية وقوفهم في وجه الحوثيين، وأنهم يقصدون ذلك وينمون فعل شيء ويودون أن يظهروا لإيران أنهم قادرين على أن يكونوا في المنطقة وأن يكونوا قادرين على أن يكونوا فاعلين. والتحدث مع إيران ربما ليس مباشرة لكن عبر أذرعها أو وسطاء، والتحدث حول تسلح الحوثيين وزعزعتهم للاستقرار واستعراض القوة جيد، لكن الدبلوماسية هي التي توصل هذه الرسائل. أستاذ مسعود، في المقابل، وهو سؤال أنه ليس له علاقة بفكرة تفاوضات أوروبية أو أمريكية، بالعكس دي عقيدة، وهنا أحيلك إلى ما قاله قاسم سليماني زمان، يعني حينما تحدث عن فكرة الجهاد البحري، وتحدث عن الجهاد البحري وهو تعكير صفو الممرات البحرية في المنطقة بدءا من الخليج العربي وصولا إلى البحر الأحمر وخليج عدن وعمان وغيرها من كل هذه الأمور. وبالتالي هل الموضوع له علاقة بالسياسة أم أن الحرس الثوري الإيراني ينفذ نهجا رسم له من أيام قاسم سليماني حتى هذه اللحظة، وفكرة الجهاد البحري أو الجهاد في البحر كما هم أطلقوا شعار الجهاد في المناطق المتوترة بلغتهم، العراق، سوريا، لبنان واليمن؟ بلا شك ما تفضلت به هو ضمن العقيدة السياسية الإيرانية. هذه العقيدة السياسية مبنية على فكرة اللاحدود، فكرة أممية العقيدة وأممية التواصل مع المستضعفين أينما كانوا. هذه تعتبر ضمن العقيدة ومكون أساسي من العقيدة السياسية الإيرانية، ليس من زمن حتى قاسم سليماني، بل منذ تأسيس النظام في 1979 يرى بأنه كأنه كلف بأن يدافع عن المستضعفين في العالم. ولكن عمليا النظام الإيراني مثل أي نظام آخر يدافع عن مصالحه، يدافع عن عما يخدمه في الدرجة الأولى وفي الدرجة الأخيرة. حتى باعتقادي حتى قائد القوة البحرية، قائد قوة الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قبل فترة قال نحن نتحكم في 9 ممرات مائية في العالم. نعم. هذه الرسالة هي مبالغ فيها طبعا، وهي نوع من إظهار القوة والمبالغة في هذه القوة، ولكن في النهاية تظهر ما هو خلف هذا الكلام، بأنه إيران لا تريد أن تكون محصورة في حدودها الجغرافية. هذه الحدود الجغرافية كانت برية أو كانت مائية أو كانت في الجو. لذا نرى برامج طموحة لديها، البرنامج الصاروخي، برنامج الفضاء الذي مرتبط بالبرنامج الصاروخي، ويثير قلق من هم قلقون مما تقوم به إيران. لذا إيران تتصرف لهذه العقيدة التي تعتبر جزء من تكوين النظام في 1979. أستاذ مسعود الفك المختص في الشأن الإيراني، أورلي بوغنيت الخبيرة السياسة الخارجية والدفاع الأوروبي، شكرا جزيلا أورلي. شكرا جزيلا أستاذ مسعود.
بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: بطعم الاعتذار، وزير الخارجية الإيراني يؤكد احترام طهران لسيادة ووحدة أراضي باكستان. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائماً لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. باكستان إيران، ملف اشتعل ثم هدأ سريعا. مواجهة كانت وشيكة تشي بها الأوضاع الساخنة على الحدود الإيرانية الباكستانية، لكنها تراجعت بعد الخطوات التي صدرت عن الجانبين اليوم. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن سفيري باكستان وإيران على وشك العودة إلى السفارتين في طهران وإسلام آباد، وذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والباكستاني جليل عباس جيلاني مباحثات هاتفية وصفت بالجيدة للغاية في مسار إعادة العلاقات إلى مستواها. وأكد عبد اللهيان لنظيره الباكستاني على احترام طهران لسيادة ووحدة أراضي باكستان. وكانت الخارجية الباكستانية ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية أكد لنظيره الإيراني على حاجة البلدين إلى تعاون أوثق على الصعيد الأمني. من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده وإيران قادرتان على التغلب على الخلافات البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية، وأن إسلام آباد سترحب وسترد بالمثل على كل الإجراءات الإيجابية التي يتخذها الجانب الإيراني. كعادتنا نناقش دائما القضايا من وجهتي النظر، من طهران الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق أهلا بك. ومن إسلام آباد الدبلوماسي السابق سعادة السفير جويد حفيظ. سعادة السفير أهلا بك. سأبدأ من إسلام آباد ومن باكستان. سعادة السفير، سأعرض عليك بعض التفسيرات التي قالها البعض حينما انتهت المشكلة سريعا، والكل يريد أن تنتهي المشكلة سريعا. هو فكرة أنه من قال أن هناك خلافات باكستانية إيرانية فيما يتعلق بالحركات الانفصالية البلوشية تماما، طهران تستفيد من ضرب هذه المحافظة سيستان بلوشستان. نعم، يعني لم يكن هناك خلافات فعلا، ك
كان هناك تبادل المعلومات الاستخباراتية بين إيران وباكستان، ونحن فوجئنا بدربة استباقية لإيران لمناطق الباكستانية، وباكستان ردت بالمثل، وكانت الرد يعني حاسم. ويعني الآن نرى تهدية الأمور بسرعة فائقة، وهذا جيد جدا. وقال سيد جليل الباسيلاني، نعم، وجرى اليوم المكالمة، فهناك توافق واتفاق على يعني إجراء التعاون أوثق، خصوصا في مجال الأمنية. سعادة السفير، لكن في برضو أنا أنقل إليك الحقيقة بعض الكتابات، يعني لا نتبنى آراء لكن نعرض بعض ما يكتب. سعادة السفير، يقولون دولة باكستان دولة سنية تضرب البلوش السنة، وأنا هنا أتحدث وأكرر دائما هذا المصطلح، أنه نتحدث عن فكرة السنية السياسية بمعناها العام. يعني هل ورطت باكستان أو هل ورطت إيران باكستان في ضرب بلوش؟ لا، نحن يعني ليس في باكستان أي تفريق بين السنة والشيعة كما هو في إيران. فنحن عندما دربنا نحن الحركة الانفصالية التي لها معاقل في إيران. يعني نحن بنظرتنا السنة والشيعة هم كلهم مسلمون. نعم أستاذ مصدق، هنا السؤال. طبعا يعني فكرة اتفق الإيرانيون والباكستانيون على البلوش، يعني توافق العدوان أو المتصارعان الباكستان وإيران على عدو مشترك، وهو الحركات الانفصالية البلوشية أو البلوش تحديدا يعني. وإيران لن تكترث كثيرا إذا ضربت باكستان أو غير باكستان، محافظة سيستان بلوشستان، لأنها ضربت أصلا من قبل إيران كثيرا في الثورة الماضية أو الحراك والاحتجاجات السابقة. نعم، شكرا. شكرا. أنا أعتقد يعني المشكلة ليست يعني فعلا يعني هناك جماعة انفصالية تعادي إسلام أباد تواجد على الأرض الإيرانية، وبالعكس أيضا هناك الجيش العادل هو يعادي إيران، يناوئ إيران ويتخذ من الأراضي الباكستانية منطلق له للقيام بأعمال ضد الأمن في إيران. ولكن هذه المشكلة أنا في اعتقادي يعني على ضوء التفاهم الكبير القائم بين الحكومتين الإيرانية والباكستانية، يوجد هناك خلل وفراغ، وهذا الخلل هو الذي يتسبب يعني هذا الخلل هو خارج إرادة الحكومة الباكستانية وخارج إرادة الحكومة الإيرانية. وبالتالي إيران دخلت مع باكستان في محادثات كثيرة وأبرمت اتفاقيات كثيرة، ولكن ظل التهديد مستمر ضد إيران. وفي الأول الأخير أنتم تعلمون يعني كانت هناك عمليات تبناها جيش ما يسمى بالجيش العدل الموجود على الأرض الباكستانية، وأيضا عملية أخرى عند قبر مقبرة شهيد سليماني، أيضا داعش تبنت هذه العملية وهي قريبة يعني من الأراضي موجودين في المثلث الحدودي الباكستاني الأفغاني الإيراني. وبالتالي هذا الخلل أو هذا الفراغ الأمني الموجود هو الذي تسبب المشاكل يعني. وأيضا هناك قانون اشتباك بين إيران وبين باكستان فيما يتعلق بهذه التهديدات التي تواجه البلدين عبر الحدود، لأن هذه القواعد تفرض يعني استحقاقات خاصة. أستاذ مصدق، يعني بصراحة وهو فكرة، هل عداء لجيش العدل فقط يعني لورثة عبد الملك ريجي اللي أعدم في إيران 2010، أم العداء للبلوش بشكل عام؟ يعني لما نسمع كلام الشيخ مولوي عبد الحميد
في بلوشستان، وبالتالي نسمع ما يقوله أو عدد الذين قتلوا في الاحتجاجات السابقة، وكأن هناك مشكلة مع المحافظة نفسها، مع سيستان بلوشستان، مع قومية البلوش تحديدا في هذا الوقت، بغض النظر عن جيش العدل يعني وما فعله ريجي وإخوته. أنا لا أعتقد يعني أساسا يعني هذه الرواية ليست دقيقة جدا، وحتى لو كانت هناك مشاكل أنا أعتقد يعني هي خارجة عن سلطة الحكومة الإيرانية. يعني صحيح هذه مناطق فقيرة، يعني مناطق الأخوة البلوش مناطق فقيرة ويعيشون معدمين وليست هناك أي يعني ماء أو أي تنمية حتى في داخل الأراضي الباكستانية، يعني بسبب تدهور الوضع الأمني يعني وعدم إقبال المستثمرين على العمل في هذه المنطقة، يعني خاصة أن هناك اتفاقية استراتيجية تجارية بين إيران وباكستان بإنشاء منطقة حرة، منطقة تجارية حرة، وأخيرا وقع الرئيسان الإيراني والباكستاني على اتفاقيات لتأسيس أو افتتاح 5 أسواق مشتركة. لكن هذا التدهور الأمني هو دائما كان يؤثر، يعني حتى موضوع مشروع الطاقة أيضا لأسباب أمنية، رغم أن هناك أيضا تدخلات خارجية مثلا الصين أو الهند هم أيضا ربما أثروا ذلك، ربما أيضا كانت هناك خلافات بين إيران وباكستان فيما يتعلق بالطالبان، يعني الحكومة الباكستانية كانت تعيد طالبان وإيرانية كانت تضغط على طالبان بعدم الاستفراد بالسلطة وإشراك بقية يعني قوى المقاومة الأفغانية، ولكن طالبان رفضت يعني بدعم من باكستان واستمرت وعادت أيضا يعني جماعات قريبة من إيران في أفغانستان، يعني كل هذه التراكمات هي أيضا تلعب دور. على أي حال أنا أعتقد يعني العامل الاقتصادي هو الذي يسمح بعشعشة الإرهاب وعشعشة القوى المناورة، بالتالي إذا أريد حل هي الأزمة أنا في اعتقادي يعني يجب حلها من جذورها، يعني العملة الأصلية، والعملة الأصلية الوضع الاقتصادي يجب الاهتمام هي مناطق فقيرة على الجانبين يعني. طب سعادة السفير جويد حفيظ، هنا سؤال وهو ما القادم؟ يعني ما الذي ستفعله الدولتان، وأنا أتحدث هنا عن باكستان باعتبارك من باكستان، في إطار عدم تكرار هذه المشكلة؟ يعني في تنسيقات أمنية، ولكن الخوف أن يدفع ثمنها ليس جيش تحرير البلوشستان ولا جيش العدل، وإنما هذه القومية البلوشية بشكل كامل. سعد السفير. نعم، بالنسبة لباكستان بلوشستان وإقليم بلوشستان مهم جدا، لأنها تتكون من 42% من الأراضي الباكستانية، وهناك إمكانيات هائلة. المنطقة هذه الإقليم غني بالثروات الطبيعية، وعلى إيران وباكستان التعاون ليس فقط في المجال الأمني ولكن أيضا لتنمية الاقتصاد في بلوشستان الإيرانية وباكستانية. الأخ من إيران هو إشارة إلى أسواق على الحدود، وهذا كانت فكرة جيدة، وكنا نريد أن تكون هذه الأسواق وأيضاً التجارة بين باكستان وإيران، لأن التجارة تصب في مصالح البلدين. ولكن الأرقلة الكبيرة هي العقوبات الاقتصادية مفروضة على إيران، وهي هذه العقوبات تؤرقل التعاون إلى حد ما، مثلاً خط أنابيب الغاز حتى الآن لم تكمل بسبب هذه العقوبات. نعم، لكن متى العودة؟ في اعتقادي قريبة أن يعود السفيران إلى مكانهما؟ نعم، أظن سوف سيعود سفيرنا إلى طهران في أيام القادمة.
أستاذ مصدق، نفس السؤال، في اعتقادك ما تلك الإجراءات التي يمكن أن يتم التنسيق من خلالها في إطار التعامل مع البلوش بشكل كامل على الجانب الإيراني وعلى الجانب الباكستاني؟ أي التنسيقات يمكن أن يستفيد منها أو يستغلها الجانب الإيراني في إطار يعني هذه المحافظة بشكل كامل وليس الانفصاليين فقط؟ يعني نعم، يعني حاليا لدى الحكومة الباكستانية مشروع، إيران أيضا تتفق عليه، يعني ترحب بهذا المشروع، موضوع مراجعة الأمن. أنا أعتقد يعني هناك سبل كثيرة كما أشرت إليها، يعني هناك يعني يجب إخراج هذه المنطقة من الحالة الأمنية. يعني حاليا معظم التعاون القائم بين إيران وباكستان يتركز على الجانب الأمني، يعني يجب أن يحل الجانب الاقتصادي والتجاري مكان الجانب الأمني، وبالتالي نحن نحتاج إلى تأسيس منطقة تجارية حرة، تأسيس أسواق مشتركة، ويعني تأمين هذه المنطقة، لأن الأمن هو ضروري لهذه التنمية. وأنا أعتقد أن هناك تفاهم يعني بين البلدين، خاصة ربما يعني رب ضارة نافعة، يعني ما حدث ربما هو سوف يقود البلدين لكي يهتم أكثر بهذه المنطقة. كما قلت يعني معالجة الوضع الاقتصادي خاصة للناس أيضا وبالنسبة للمدن. ومن مسؤول الأستاذ مصدق على الوضع الاقتصادي؟ يعني لما كنا نسمع إيران ليست مسؤولة، إيراني إذا أعتقد يعني حضرتك تعرف إيران جيدا، يعني وأكيدا زدت يعني وأعرف باكستان والله يا أستاذ مصدق وأفغانستان، يعني عملت فيهم كثيرا. أعرف إيران جيدا وزرت المدن، يعني كل المدن الإيرانية عامرة، يعني إلى أذربيجان أيضا ملاصقة الحدود، يعني حدودنا مع تركيا ومع آسيا الوسطى حول بحر الخزر ليست هناك مشاكل. المشكلة الوحيدة هي موجودة هنا فقط، حتى مع أثنين كردستان. ولكن المشكلة هي أولا الحظر الاقتصادي كما تفضل سعادة السفير، يعني إيران تواجه حظر اقتصادي، وبالتالي هذه الطموحات التي تريد إيران تنفيذها لا تتحقق على أرض الواقع. يعني هذه المشكلة الأساسية، وهذه هي التي أبقت على الوضع في مقاطعة بلوجستان سواء الإيرانية أو الباكستانية، أبقتها في حالة تأزم أمني. يعني هي هذه المشكلة. وأيضا هناك عامل خارجي دائما يدخل، يعني لاحظ حتى في مجال التعاون بين إيران وباكستان، يعني هناك منافسين مثل الصين والهند، هم مختلفين. الهند تعمل في تجارة وإيران، الصين تعمل في تجارة، الصين تعمل من أجل يعني يعني فيما يتعلق بميناء بلدين، يعني نحن لدينا ميناء شابهار وباكستان أيضا جوادور، وبالتالي يعني حتى هذا التنافس الدول يؤثر علينا، يعني هناك مشاكل كثيرة الحقيقة. ولكن أنا أعتقد المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالتنمية في هذه المنطقة تعود إلى المشكلة الاقتصادية والحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران، وبالدرجة الثانية تعود إلى الوضع الأمني المتداول في هذه المنطقة، والجانب الثالث ربما بعض المنافسات حتى حول إنشاء طريق إلى آسيا الوسطى. يعني باكستان اختارت طريق لا يمر من إيران، وإيران اختارت طريق آخر. كل هذه الأمور يعني هي تؤثر، ولكن نعمل يعني تؤثر تكون هذه بداية، ويتم التفكير في المصلحة الوطنية لكل البلدين. شكرا أستاذ مصدق بور من طهران، سعادة السفير جويد حفيظ من إسلام أباد، شكرا جزيلا لكما. بعد الفاصل إلى عنوان آخر وفيه. رئيس الوزراء العراقي يقول إن حكومته لن تتردد في اتخاذ أي موقف لحماية سيادة البلاد. في الانتظار لانتهاء الألم،
في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. العراق هو الملف الأخير في هذه الساعة، حيث قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه لا يمكن لأي طرف سواء كان خارجيا أو داخليا أن يسلب حقوق الحكومة العراقية ودورها في بسط أمنها، وأكد أن موقف العراق واضح ولن يتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادته. واعتبر السوداني إطالة أمد الحرب في غزة والضفة الغربية سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، وهذا ما حدث. من القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. دكتور رائد أهلا بك. دكتور رائد، اللي يسمع كلام رئيس الوزراء العراقي يشعر أنه في صعوبات كبيرة تقابله في إنهاء الوجود الأجنبي في العراق، ما تلك المعوقات التي تمنع رئيس الوزراء أنه بإمضاء أو بإبلاغ هذه القوات أن تغادر العراق فتغادر؟ يعني إذا كان الحديث عن اتفاقات أمنية وحوار استراتيجي في 2008 و2009 ومحطة 2014 كلها اتفاقات يعتقد البعض أن جزءها الكبير انتهى والباقي فقط هو تنسيق الوجود. يعني تحية تليق بمقامك الكريم أستاذ محمود، سيداتي الفضلات، سادة الأفاضل مشاهديك. سيدي، حقيقة عدة عقبات، أهم هذه العقبات هو أن هناك شركاء سياسيون في العملية السياسية الحالية يعتقدون بأن الضغط على حكومة السيد السوداني سيؤدي بنهاية المطاف إلى إخراج القوات الأمريكية بين مزدوجين من العراق، بالتماهي مع مشروع إيران الذي يرغب بعدم وجود منصات للقوات الأمريكية في العراق تحديدا، لكن يوافق هذا الشريك على أن تكون هذه القوات موجودة في دول أخرى عربية أو حتى قريبة من إيران أو حتى في باكستان أو تركيا موجودة القوات الأمريكية. لكن العراق هو الحديقة الخلفية لإيران تحديدا ولبعض شركاء إيران. عقب الكؤود الأخرى في تقدير الشخصي هو أنه إحنا الآن لم تستطع قوى العملية السياسية أن تخلق جيشا قادرا على أن يكون ذا عقيدة عسكرية قوية لا تهتز مع وجود مخاطر كبرى في المنطقة ومع وجود مخاطر عودة تنظيم خلايا داعش وليس داعش بشكله. وأيضا النقطة الأخرى غياب العقيدة العسكرية. النقطة المهمة أيضا الأخرى أنه لحد الآن السيد رئيس الوزراء يحاول كثيرا أن يفهم أنه القرار هو بيد الحكومة العراقية وأن هؤلاء المستشارون يمكن أن يغادروا العراق، ولكن بعد أن تنتهي فعليا حاجة العراق لوجود هؤلاء الاستشاريون
الموجودين في قاعدة عين الأسد وفي بعض القواعد الأخرى، الجيش العراقي بحاجة لهم. لكن في نهاية المطاف العقبة المشكلة أنا من وجهة نظري أنه شركاء السياسيين يعتقدون بأنه يمكن أن، بما أنهم شركاء في أو هم الأساسيون في مسألة تحديد شكل الحكومة وإدارة الحكومة، وبالتالي يمكن أن يفرضوا رأيهم وإرادتهم على حكومة السيد السوداني، وهذا الذي رفض بشكل أو بآخر والذي حقق فيه السوداني نجاحات داخلية وأيضا على المستوى الخارجي حقق. كيف حقق نجاحا يا دكتور؟ داخليا كثير، يعني هجمات الميليشيات أو الجماعات المسلحة في العراق، وبتصريح من وزير الخارجية فؤاد بن حسين أنه أجرى حوار معهم لكنهم يعني لم يرتدعوا له، ليس السوداني فقط، الكاظمي لو تذكر يعني بيته ضرب قبل شهر، أجهزة أمنية ومقر أجهزة أمنية ضربت، يعني الحكومة نفسها تضرب من هذه الأذرع وهذه الميليشيات، وبالتالي في المحصلة رئيس الوزراء مضغوط عليه وقد يريد أن يكون صاحب قرار، لكن اللعبة السياسية تستوجب أن يرضخ لمن جاءوا به. لا، هذا غير صحيح، يعني في مسألة الرضوخ هذا غير صحيح، ودليلي على ذلك أنه وصف ما الهجمات اللي تعرضت لها مصالح أوروبية، مصالح أمريكية، مصالح غربية بأنه هذه تقوم به جهات إرهابية. قبلها طبعا كان الخطاب يعني ألطف إذا صح التعبير، لكن في نهاية المطاف الخطاب تصاعد من قبل السيد السوداني. صحيح، وأنا قلت لك أنه شركاء العملية السياسية هم الجزء المعرقل لأن تتولى الحكومة بكل دقة وبكل شفافية ملفاتها. هذه الميليشيات اللي تحدث عنها أصبحت للأسف الشديد جزء من الدولة العراقية، وأيضا أصبح لها سلاح، سميه ما شئت أيا كان، وفق القرار القانون 40، وفق قرارات أخرى، وفق قرار واقع الحال، سميه ما شئت، لكن هذه الأذرع اللي تتحدث عنها واللي تضغط على الدولة العراقية الآن أصبح من الضرورة تفكيكها. وأنا أعتقد أنه هذه هي واحدة من الإشكاليات اللي تواجهها حكومة السيد السوداني، بأنه علينا أن نجد، أو على الحكومة العراقية أن تجد آلية لتفكيك هذه الميليشيات التي تلتحف في بعض الأحيان تحت اللحاف أو يعني تحت عباءة الحشد الشعبي أو تحت عباءة المقاومة إذا صح التعبير. المشكلة الآن أنه هذه الميليشيات وهذه الأذرع رفع عنها غطاء الذريعة التي كانت تذرع بها، وهي محاربة داعش، وهي مواجهة إسرائيل، تحرير القدس وما إلى ذلك. هذه الأحداث الأخيرة وغزة كشفت عورات المشروع، مشروع ما يسمى بالمقاومة في العراق، في لبنان، في سوريا، وأيضا في اليمن. فبالتالي هذا كله أصبح ضاغط على دواخل هذه الدول. طيب، بكل معنى الكلمة نستطيع القول بأنه تستطيع حكومة السوداني مع وجود حليف قوي داخل العراق أن تتخلص من هذه الميليشيات. من الحليف المرشح أن يكون قويا ممكن؟ وهل هو باستطاعته؟ يعني لو أراد أن يغير تأثير الإطار التنسيقي عليه الذين جاءوا به، هو قادر على ذلك؟ ما اللعبة في العراق يعني لا تحمل السياسي أكثر مما يحتمل، لأنه في الأول والآخر هو محصلة ضغوطات سياسية، وبالتالي الوضع معقد. يعني يعني لا نريد أن نحمل السوداني ما يحتمل، لكن المنصب يحمله هذا. هل هو قادر على أن يتحرر من سطوة من جاءوا به؟ شوف، هو في أكثر من مناسبة عبر السيد السوداني عن قدرته على الانفكاك من هذا، يعني في أكثر من موضوع، وصعب أنه نشرحها في هذا التفصيل. نعم. أو في هذا التوقيت، علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، علاقته بالدول العربية، علاقته الاستراتيجية بالمملكة العربية السعودية، بمصر، كل هذا طبعا لم يأتي في يوم من الأيام على هوى هذه القوى السياسية التي جاءت به. خلينا نسميها قوى سياسية، سميها بمسمياتها، رغم أن هذا المسمى من وجهة نظري أنه في العراق لا يوجد قوى سياسية ولا يوجد لاعبين سياسيين. معنى أن توجد قوى سياسية معناها أنه قادر أن تلعب سياسة. ما موجود في العراق، بعض هذه القوى المحسوبة سياسيا هي ليست قوى سياسية، هي قوى سلاح أو قوى منطق السلاح أو قوى منطق الدولة العميقة، لكن استطاع في أكثر من مرة أن ينفك من هذا الترابط ونجح في أكثر من موضع. لكن مشكلة أنا من وجهة نظري العقبة ليست في شخص السوداني، العقبة أنه كما قلت أنه هذه القوى تستطيع في لحظة أو بأخرى أن تلف حوالين، أن تشير إلى خلاف، لأن هناك خلاف داخل الإطار التنسيقي، خلاف كبير بين قوى
تنتصر لوجهة نظر السيد السوداني بأنه يجب أن يتوقف هذا السلاح، وقوى أخرى تعتقد بأنه هذا السلاح هو جزء من ما يسمى محور المقاومة. لكن على الأغلب مع وجود السنتين المتبقيتين من حكومة السيد السوداني، أعتقد بأنه هذه القوى، وبعدها أعتقد أنه هذا الخلاف سيمتد أو الكفة سترجح إلى كفة السيد السوداني في حل هذا الإشكال الكبير الذي عرقل جهود حكومة السوداني وحكومة. شكرا جزيلا دكتور رائد العزاوي من القاهرة. دكتور رائد شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الساعة، لكن ملفاتنا لم تنتهي. استراحة قصيرة، نعود ونفتح ملفات الساعة الثانية. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأتى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل أحداثا صامتة غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. لكل حدث رواية، الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات. وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة، يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. قادة وفي مصائر دول.
لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. الآن الأخبار الليلة من الحدث. أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من أخبار الليلة التي نناقش فيها أهم التطورات الإخبارية لهذا اليوم، والبداية من تطورات البحر الأحمر والمهمة الأوروبية المرتقبة لتأمين خطوط الملاحة والتحركات الإيرانية الموازية. نتابع أيضا تطورات الأزمة الباكستانية الإيرانية التي تتجه نحو التهدئة والحل مع تحركات إيجابية ضمن المسار الدبلوماسي. وفي العراق لغة حادة من رئيس الوزراء العراقي نحو الداخل والخارج فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت مؤخرا والهجمات التي تقف خلفها. وأخيرا نراقب الخلاف المتصاعد بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب فيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الدولة الفلسطينية. كل هذه الملفات نناقشها بالتفصيل، والبداية من العناوين. إيران تستعرض بأسطول حربي في المياه الدولية للاتحاد الأوروبي يحذرها ويشكل قوة بضوء أخضر لاستخدام القوة ضد الحوثيين. باكستان وإيران ينزعان فتيل التوتر على حدودهما، عودة وشيكة لسفيري البلدين واستئناف العلاقات الدبلوماسية. بعد مئات الهجمات رئيس الوزراء العراقي يحذر من سلب حكومته لدورها الأمني ويؤكد أنه لن يتردد في حماية السيادة. مستقبل الدولة الفلسطينية يضيع ما بين خلافات واشنطن وتل أبيب. الاتحاد الأوروبي يعرض خريطة لحل الدولتين ويهدد تل أبيب بأدوات ضغط. غزة الحاضرة دائما وحربها المستمرة دون أفق قريب للنهاية، وسيناريو اليوم أو الأيام التالية يبدو أكثر قتامة من الأوضاع الحالية التي يعيشها القطاع المثقل بالأزمات الإنسانية والمعيشية والصحية. وعلى الأرض واصلت الدبابات الإسرائيلية التوغل في خان يونس المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة التي نزح إليها مئات الآلاف هربا من القصف الإسرائيلي، فيما تحاصر نيران المدفعية الإسرائيلية مستشفى ناصر الذي يتواجد به نازحون فضلا عن المرضى في سيناريو تكرر سابقا في عدة مشافي. في موازاة ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية لأكثر من 25,000، وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة لا سيما في جنوب القطاع الذي لجأ إليه نحو 85% من السكان. هذا ودخل انقطاع الاتصالات في القطاع يومه الثامن، وهو أطول مدة بشكل متواصل منذ بداية هذه الحرب. أخو وأم مستشفى، خالي مفقود الله يعلم وين راح. نتواصل مع مراسلنا في رفح محمد عوض. محمد مساء الخير. نبدأ بالاتصالات، هل ما زالت مقطوعة؟ وأيضا العمليات الميدانية والإغارات الغارات الإسرائيلية التي حدثت في الساعات الماضية.
الآن الاتصالات عادت محمود، وأنت تتحدث عن الاتصالات، الآن رن الهاتف بعدما توقفت شبكات الاتصالات عن قطاع غزة لأكثر من 8 أيام، وهذا أثر بشكل سلبي على المنظومة الإغاثية والإنسانية وأيضا على المستوى المعيشي لدى المواطنين، خاصة ونحن نتحدث عن جغرافيا مقسومة هنا في قطاع غزة. من بقي في شمال ومدينة غزة يجد صعوبة بالغة وأشبه بالمستحيلة بأن يتصل في المحافظات الجنوبية، وهذا بفعل انقطاع الاتصالات بسبب القصف الإسرائيلي وبسبب تجريف الجرافات الإسرائيلية للمقاسم الرئيسية التابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية، والتي قالت في أوقات سابقة في تصريحات خاصة للحدث بأن الجيش قصف المقاسم لأكثر من 3 مرات، وهذا أدى إلى وقف كل الاتصالات عن قطاع غزة. طيب بالنسبة للمساعدات، يعني كان هناك تصريح لخالد زيادة رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال في سيناء يتحدث عن 220 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية دخلت إلى قطاع غزة، بينهم 6 شاحنات تحمل وقود، ولكن أنا أسأل من رفح الفلسطينية إلى الداخل كيف تتحرك هذه شاحنات المساعدات؟ سؤال في غاية الأهمية، لأن من بقي في المحافظات الجنوبية ومن نزح إلى رفح يتعرض هو كغيره من الذين نزحوا إلى مجاعة وإلى نقص لكل مقومات الحياة. جغرافيا معبر رفح البري يقع في وسط النازحين، وهذا يؤثر على عملية نقل المساعدات إلى مناطق قطاع غزة، فتواجه هذه الشاحنات صعوبة بالغة في التحرك لأنهم منع الطرقات، هم جوعى ولا يوجد لديهم طعام ولا أدنى مقومات الحياة، وبالتالي هم يعترضون في بعض الأحيان شاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية ويطالبوا بضرورة إيصال المساعدات لهم، خاصة من بقي في محيط معبر رفح. وكنا في الأيام الأولى لعملية النزوح رصدنا عبر كاميرا الحدث كيف بقي النازحين في محافظة رفح تحديدا في محيط معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء في ظروف صعبة ومعقدة، خاصة بعد امتلاء كل أماكن الإيواء والمدارس والمستشفيات والمعاهد في رفح وفي محافظات خان يونس غربا. لكن مع كل هذه الشاحنات التي تدخل، وزارة الصحة قالت بأن هذه المساعدات لا تكفي لسد الاحتياج الكبير لدى المنظومة الطبية، وأيضا الأنروا كان لها تصريحات أخرى قالت بأن هذه الشاحنات لا تكفي لسد احتياج المدارس التي تأوي النازحين، ويبقى من في الشارع في حالة صعبة جدا وخطيرة، خاصة في ظل يعني ازدياد حالات الجوع وأيضا البرد القارس المتواصل من خلال المناطق أو في المناطق الجنوبية لقطاع غزة. هذا كله أثر وفاقم أوضاع النازحين بشكل أكثر من الأيام التي مضت، لذلك هناك مطالبات بضرورة تكثيف إدخال الشاحنات حتى تصل إلى 1000 شاحنة يوميا حتى تفي بالحاجة التي أصبحت ملحة وكبيرة في ظل القصف الإسرائيلي وفي ظل استمرار عمليات النزوح على المحافظات الجنوبية لقطاع غزة. أسألك محمد أيضا عن مستشفى ناصر والوضع الذي وصل إليه الآن. مستشفى ناصر هو واحد من المشافي التي أصبحت تعاني، وأيضا هناك تحذيرات من قيام الجيش الإسرائيلي بالوصول إليها. هذا ما حدث خلال أيام حينما وصل إلى المقبرة المجاورة لمستشفى ناصر، وهذا ما وضع المنظومة الطبية في تحدي جديد بأن من الممكن أن يسقط مستشفى ناصر عن الخدمة كما حدث في مستشفى الشفاء الطبي، وتصبح كل المنظومة الطبية خارج العمل، وبالتالي تتفاقم أوضاع النازحين وأيضا الجرحى الذين أصبحوا داخل الأقسام المبيت في هذا المشفى. هناك عشرات الجرحى يتكدس أمام غرف العمليات بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية، لكن نقص المواد الأساسية للعمليات هي منقوصة بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يسمع فقط بإدخال بعض الأدوية دون السماح بإدخال المستلزمات الخاصة بالعمليات وأيضا غرف العناية الفائقة. شكرك محمد عوض مراسلنا في رفح. محمد شكرا جزيلا لك. بعد مقاطعة استمرت ل26 يوم ووسط ارتفاع موجة الخلافات بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، أجرى الرئيس الأمريكي بايدن اتصالا هاتفيا مع نتنياهو ناقش فيه آخر التطورات بشأن الحرب الجارية على غزة وفق ما أعلن البيت الأبيض. يأتي الاتصال بعد ساعات من تصريحات لنتنياهو أثارت جدلا وكشفت حجم الخلافات بين تل أبيب وواشنطن. نتنياهو قال أمس
إنه لن يتنازل عن سيطرة أمنية كاملة على كامل الأراضي الواقعة في غرب نهر الأردن، وهذا يعني عمليا دفن فكرة الدولة الفلسطينية وفي أي حل مستقبلي. في المقابل رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن إنشاء دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن الدائم لإسرائيل إلى جانب إعادة الإعمار والحوكمة والأمن لغزة. في الموازاة ظهرت تحركات أوروبية لافتة، إذ قال دبلوماسي أوروبي للحدث إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيعرض على الوزراء العرب الاثنين المقبل اقتراحات للتوجه نحو حل الدولتين، مضيفا أن استخدام وسائل الضغط الأوروبية سيكون ضمن أدوات الدفع نحو حل الدولتين. هل هناك خلافات حقيقية ما بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي، أم هي جزء من تسويق سياسة ما من جانب الأمريكيين والإسرائيليين؟ هكذا كتب البعض وعلق. يعني سأناقش هذا الموضوع معي من واشنطن مايك مالروي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. مايك شكرا، أهلا بك وشكرا لانضمامك. وأيضا من تل أبيب ألون أفيتار، مستشار الأمن السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية. لون أهلا بك. سأبدأ من واشنطن مايك مالروي، إلى أي حد هذا الخلاف حقيقي؟ يعني لا ندعيه، وإنما نتنياهو نفسه يقول رفضت المطالبات الأمريكية بأن تكون هناك دولة فلسطينية. قبل أقل من شهر الرئيس الأمريكي قال إن أسوأ وزير رئيس وزراء جاء في تاريخ إسرائيل هو نتنياهو. هكذا نسمع تصريحات، لكن الأفعال وكأن ما فيش خلافات ما بين الرجلين، خصوصا فيما يتعلق بغزة أو بالدولة الفلسطينية القابلة للحياة. يسرني أن أكون معكم. أعتقد أن هناك بعض الخلاف، وحل الدولتين هو في السياسة الأمريكية على فترة طويلة وسيبقى كذلك، لكنه يسهل قوله عما يمكن أن يكون عليه تنفيذه. فالوضع بعد 7 أكتوبر والوضع الراهن في غزة، ليس هناك مسار واضح نحو النقاش الدبلوماسي الذي سيفضي إلى حل الدولتين. لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة والرئيس يودون مناقشة ذلك، وكما نراه في الولايات المتحدة نراه على أنه أفضل السبل ليس لضمان أمن إسرائيل بل أيضا أمن الشعب الفلسطيني بوجود دولتين تحكمهما لتحقيق اقتصادهم وازدهار اقتصادهم، وليس شن حروب، وخاصة أن حماس لا يمكن أن يكون لها دور، وعلى أعتقد أن هذا سيطبق. لكن هناك نقاش حول ذلك بين الإدارة الراهنة والولايات المتحدة ورئيس الوزراء نتنياهو، لكننا نحن شركاء على مدى طويل ولا أرى تغيير في ذلك، لكنه جزء من النقاشات التي تجري الآن، ونأمل أن نعود إلى المسار لضمان تحقيق ذلك. ألون أفيتار من تل أبيب، يعني هنا السؤال، هل نتنياهو قادر فعلا على أن يقف في وجه أمريكا ويقف في وجه الأوروبيين؟ واليوم نسمع أن هناك توافق أوروبي مع الرؤية الأمريكية، لابد أن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من أجل أمن إسرائيل وأمن الفلسطينيين. هل نتنياهو قادر؟ ومن قال أن نتنياهو باقي؟ يعني مساء الخير. هذا السؤال سؤال مهم في الوضع الراهن.
في الوقت الموجود اليوم في قطاع غزة. كمان أظن هذه المسألة هي مش مسألة وقت، هي مسألة جوهرية من ناحية رئيس الحكومة نتنياهو. رئيس الحكومة نتنياهو بفضل إذا بدك من ناحية سياسية إنه هو راح يتعرض، يعني هو راح يكون معرض للسياسة الأمريكية. هذا بيستخدم المصالح السياسية تبعه داخل الائتلاف أو داخل الحكومة الإسرائيلية كمان. بس أظن لازم نقول بصراحة إنه في معارضة إسرائيلية واسعة وموقف مختلف من الموقف الأمريكي بالنسبة لإقامة دولة أو تأسيس دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي دفعه ما بعد. هذا مش متعلق بهوية الحكومة الإسرائيلية الموجودة اليوم، هذه هي محسوبة كحكومة يمين، بس كمان المركز السياسي الإسرائيلي كمان هو ضد إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة. معناته نحن لازم نحكي بصراحة إنه رئيس نتنياهو بيستفيد كمان من ناحية سياسية بالنسبة لتشكيل موقف ضد الموقف الأمريكي، بس أذني هو مش وحيد في الساحة الإسرائيلية بالنسبة لهذا الموضوع. هل هو ينفذ ضغوط سموتريتش وبن غفير، أم وهل هو قادر فعلا لو أراد أن يتخلى أو يطردهم أو يتخلى عن هذا الائتلاف، هل هو قادر؟ رئيس حكومة نتنياهو بده يحفظ على ائتلاف الراهن، بده يحفظ على تشكيل الحكومة الراهنة في إسرائيل، كمان من اليمين الإسرائيلي، من اليمين المتطرف، من اليمين الديني، من سموتريتش وبن غفير. بدوش أي تدخل حزب تاني زي من تبع ليائير لبيد مثلا، رئيس المعارضة الفلسطيني الإسرائيلي عفوا. نهائيا أذني رئيس نتنياهو مش بس يستفيد من الموقف السياسي تبعه، بس بده كمان يستمر بالتشكيل الراهن تبع الحكومة الإسرائيلية بدوش أي تغيير. لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه بجوز في المستقبل البعيد راح بتكون انتخابات كمان في إسرائيل. نعم. الموقف تبعه موقف اليمين، ورئيس نتنياهو بيمثل موقف اليمين الإسرائيلي. نعم. هو راح يكون ضد إقامة دولة فلسطينية، بس لازم ناخذ بعين الاعتبار وبدي التأكيد إنه رئيس نتنياهو قال أكثر من مرة، بس هو مش الوحيد كمان، في وزراء من الأحزاب الثانية إنه الإضافية إنه بده يأيد، هو يأيد أو بعطف في تعاطف من ناحية رئيس نتنياهو بالنسبة لتدخل عناصر فلسطينية متجددة لقطاع غزة من ناحية الإدارة المدنية. واضح. كنظام سياسي مش كنظام وطني، بس كإدارة مدنية عربية فلسطينية داخل القطاع. السلطة الفلسطينية الموجودة اليوم من ناحية نتنياهو هي عنصر ما له أي علاقة لقطاع غزة. يعني ربما قال هذا الكلام بالأمس في مؤتمره الصحفي، وكان مؤتمرا مستفزا للأمريكيين وللجميع، ولكن هنا لمايك ميلروي في واشنطن هو السؤال الذي يلح عليه الناس هنا في الشرق الأوسط. طيب ماذا لو أن نتنياهو أصر وخالف الأمريكيين وقال لن أطيعكم في فكر الدولة الفلسطينية، وهو قال ذلك بالأمس، ما تلك الأوراق الضغط التي يملكها الأمريكيون ويمارسها وتمارسها إدارة بايدن على نتنياهو؟ لماذا أطرح هذا السؤال؟ الأوروبيون اليوم في خطتهم قالوا لدينا أوراق ضغط وسنمارسها على نتنياهو وإسرائيل في الوقت الملائم. طيب ماذا عن إسرائيل؟ ماذا عن أمريكا عفوا؟ لازم نقول بصراحة من مايك ميلروي، الأمر عائد للشعب الإسرائيلي، ودولة إسرائيل هي ديمقراطية. نتنياهو إن بقي وهو ضد السياسات الأمريكية بحل الدولتين، فالولايات المتحدة أهم الشركاء لإسرائيل وتقدم مساعدة أمنية كبيرة. هذه نقطة ضغط يمكن استخدامها. لا أعتقد أن هذا سيكون علنا، بل هو دائما يفضل أن يتم
بالقنوات الخلفية وراء الكواليس، إلا أن الولايات المتحدة أؤكد لك أن لها هذا الثقل بالضغط، وهذه المباحثات لابد أن تشمل هيئة قابلة للوجود ومقبولة من كلا الطرفين. فأي سلطة حاكمة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، حماس لا تؤمن بحل الدولتين ولا يمكن أن يكونوا شريكا في أي مفاوضات تؤدي إلى هذه النتيجة. وهناك مساءلات حول السلطة الحالية، إن كانت فعلا لديها سلطة على الشعب الفلسطيني، وبالتالي لابد من تعزيز السلطة الفلسطينية لتكون أكثر احتراما وأكثر قبولا للشعب الفلسطيني، وهي تكون أيضا هيئة قابلة لأن تقبل بإسرائيل كدولة لها كل الحقوق كأي دولة للعيش بسلام وازدهار. وهذا ما سيكون على الولايات المتحدة أن تبديه لإسرائيل، بأن يكون هناك مسار ممكن لحل الدولتين المقبول لطرفين. ربما هذا ما يمكن للولايات المتحدة أن تضغط به على إسرائيل، وأعتقد أنه سيكون ضغط على الطرفين. ألون أفيتار، سؤال هنا يتعلق بمسألة أنه دائما التوقيت هذا التوقيت لصالح إسرائيل. لماذا بايدن وأمريكا دخل على مرحلة انتخابية، والتأثير اليهودي الصهيوني الموجود في أمريكا قوي جداً، وقد يستغلوا نتنياهو أو يستغلوا هذا اللوبي للضغط على بايدن لتنفيذ ما يريده في هذا التوقيت؟ هل ممكن، يعني هل ذلك ممكن وارد، وهل نتنياهو قادر أن يتحرك منفردا في هذا الاتجاه؟ صحيح، أنا موافق معك. من ناحية سياسية، رئيس نتنياهو بفحص أو بده يكبر المعارضة اليهودية والإسرائيلية داخل إسرائيل وخارج إسرائيل، كمان بتأييد المجتمع اليهودي في أمريكا ضد الموقف الأمريكي الوطني بالنسبة لحل الدولتين أو فكرة الدولتين. أظن رئيس نتنياهو يستفيد كمان من هذا الشيء، بده يأيد كمان ويكبر الاتجاه والطيار اليهودي اللي بأيد اليمين الإسرائيلي. وأذني كمان رئيس نتنياهو بحسب حسابات سياسية في المستقبل، على مستقبل البعيد في أمريكا. أنا بفكر إنه رئيس نتنياهو بحسب حسابات سياسية من أجل مثلا نتيجة الانتخابات اللي بتكون في أمريكا، بده كمان يفكر على إمكانية ونصور صورة إنه ترامب يكون الرئيس الجاي الكادم في أمريكا. معناته لسه من ناحية نتنياهو في صبر، ما بيستعجل لأي موقف أو لأي محل. أدني من ناحية نتنياهو كمان الموقف السياسي ضد إقامة الدولة الفلسطينية بيعزز وبيكبر المخيم السياسي داخل إسرائيل، من إذا بتكون انتخابات في المستقبل القريب داخل إسرائيل كمان، هذا بيكبر أو بيكبر الموقف السياسي تبعه كمان. وهوية نتنياهو كحافظ على أمن إسرائيل أو كرئيس حكومة بمثل اليمين الإسرائيلي، هذا كمان بيعزز موقفه السياسي. طيب، إذا راح يكون ضد مثلا بني غانتس أو شخصية تانية في الانتخابات القادمة داخل إسرائيل. طيب، مايك ميلوري، الأوروبيون يسبقون قليلا الأمريكيين في الطرح، بمعنى الأوروبيون اليوم يتحدثون عن الدعوة إلى مؤتمر عالمي للسلام على شكلة أوسلو ومدريد وغيرها من المؤتمرات التي أثرت. هل ممكن الأمريكيون يعني يوافقون أو يدعمون هذه الفكرة بشكل كامل، أو يريدون حلا من بعيد كما البعض يقول، يعني لا 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 يكونوا داخلين في الحل بشكل قوي؟ الولايات المتحدة تريد أن تكون طرفا في أي حل، لكنها
ربما لا تريد وقف إطلاق النار فوري حتى يتم تحقيق الأهداف العسكرية لإسرائيل. ورأينا هناك تأرجحا حول تقديم ذلك والتكتيكات المستخدمة. البيت الأبيض يعتقد أن عدد الضحايا المدنيين في غزة ليس متناسبا مع الحملة العسكرية، لكن الولايات المتحدة تقف مراسخة مع إسرائيل وهدفها في تدمير حماس وتدمير أنفاقها وذخيراتها وإلقاء القبض على قياداتها. لكن هذا المؤتمر، مؤتمر السلام، ربما تشارك الولايات المتحدة فيه لأن لها دور كبير فيما سيأتي في المرحلة اللاحقة في إعادة بناء غزة والطريق الدبلوماسية التي بدأنا فيها حوارنا حول حل الدولتين وهو جزء من السياسة الأمريكية. لكنني أعتقد أن هذا الأمر بنية هذا المؤتمر إن كان سيدعو لوقف إطلاق النار، وهذا أمر تعترض عليه الولايات المتحدة حتى تحقق إسرائيل أهدافها في غزة. نعم. طيب سؤال أخير ألون أفيتار، هو يتعلق، هل كل إسرائيل نتنياهو؟ يعني هل كل وأنا أتحدث هنا عن المجتمع المدني، يعني أتحدث عن الضغط الشارع، ضغط المجتمع، هل كلهم يتوافقون مع يقول نتنياهو استمرار الحرب، ليس عدم وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة؟ هل اللغة دي متفق عليها إسرائيليا في الشارع وفي الحكومة؟ احنا شايفين كمان خلال الأسابيع الأخيرة دين تكبير أصوات عائلات المحتوفين الإسرائيليين بالنسبة لموقف الإسرائيلي أو مبادرة إسرائيلية لصفقة واسعة عامة مع حماس على قطاع غزة. بس أديني رغم الاستطلاعات ورغم التخليلات السياسية الغينة بشكل عام في نسبة قوية وعالية بالنسبة لقسم أو الجزء المجتمع الإسرائيلي اللي بأيد استمرار الحرب. نحن شايفين كمان هذه الأصوات كمان تطلع من الجيش الإسرائيلي، من الضباط وجنود الاحتياط الإسرائيلي الموجودين في قطاع غزة. أذني أكثر من 60-70% عفواً من المجتمع الإسرائيلي بأيد استمرار الحرب داخل قطاع غزة، مش كحرب ككلمة حرب، بس المهم هو تحقيق الأهداف العسكرية وداخل قطاع غزة، وخاصة انهيار كامل تبع القدرة العسكرية تبع حماس. من ناحية إسرائيلية لازم نقول بصراحة في موافقة عامة واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي بالنسبة لتنفيذ هذا الهدف، الهدف الاستراتيجي، وهو نعم. عدم وجود عسكري من قطاع غزة من الفصائل الفلسطينية على دولة إسرائيلية. عشان هيك أديني من هذه الناحية نعم. رئيس نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تستفيد من تأييد واسع وعام داخل المجتمع الإسرائيلي. وبنفس الوقت لازم نكون كمان إنه في تأييد وتكبير قوي بعائلات المحتوفين لوصول إلى صفقة من أجل إعادة كل المحتوفين على طول فورا لدولة إسرائيلية لإسرائيل. بس بشكل عام أنا مش شايف خلاف جوهري لسه داخل المجتمع الإسرائيلي اللي بيأثر بشكل سلبي على سياسة نتنياهو بالنسبة لاستمرار الحرب أو أيام حربية. يعني في انقسام، يعني ليس الكل نتنياهو كما يقال. أنا بشكرك ألون أفيتار وأيضا مايك ميلروي من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. مع استمرار الحرب في غزة تتفاقم معاناة النازحين وتسوء يوما بعد يوم في رفح التي تضيق مساحتها على الفارين إليها. مراسل العربية التقى عائلة حلمها خيمة وحليب لرضيعة تواجه كل الأخطار تحت سقف شيدوه من البلاستيك. نحن نقف
في هذا المكان الذي أنشئ في المناطق الغربية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة. هذه العائلات التي لم تحصل على الخيام لكي تبيت ليلتها، التي تتعرض لبرد قارس وأيضا تتعرض إلى ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، وهذا بفعل عدم توفر الإمكانيات اللازمة لهذه العائلات التي تتواجد في هذه الخيام بالقرب من الشريط الحدودي المصري. وكما نشاهد عبر قناتي العربية والحدث أوضاع النازحين الذين نزحوا إلى هذه النقطة وأصبحوا يعيشوا في ظروف صعبة وأيضا ظروف معيشية لم يسبق لها مثيل ولم يتعرضوا إلى مثل هذه التجارب. وكما نشاهد هذه الخيمة التي أنشئت من قبل هذه العائلة والتي تتواجد في هذا البرد القارس وفي هذا في هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة. كيف بتعيش يومك؟ صعب والله صعب. عندي أطفال، شوف إيش بنسوي. أنا من الساعة 6 طالعة عشان أجيب علبة حليب لأولادي، من الساعة 6 عشان أروح أشحط علبة حليب. عندي طفلة عيانة عمرها شهر، ما حدش مدور علينا ولا حد سائل علينا، احنا مرميين لنا شهرنا ولا حد قالنا خدوا لقمة ولا كبونة. انا عندي بنت معها أزمة ولا حد مدور علينا، حتى حطب فيش نولع، فيش حطب نولع نار ندفي ولادنا، اوعي فيش، اقسم بالله الغيار بقعد عليها شهر. حسبنا الله ونعم الوكيل، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. الأوضة هذه اللي شايفها، الخيمة اللي عملناها كلها شحتة بشحتة، بننام فيها وبنعجن فيها وبنغسل فيها وبنجلي فيها. طب إذا إحنا ما متناش من اليهود حنموت من الأمراض، إحنا حنموت من الأمراض اللي بقى حتجينا. هذا طفل عارف تقدرش تنام طول الليل، تقدرش ترجع ترضع، البنت عيانة صدرها بجحة بتنهنه تنهنه، فيش مستشفى أروح أوديها عليها. أنت من وين أصلا؟ من أي منطقة وكيف وصلت لمنطقة رفح؟ إحنا من غزة أساسا، احنا منطقة غزة، بعدين توجهنا لما قصفوا منطقتنا توجهنا لمدرسة سكينة، بعدين صار في القصف في مدرسة سكينة في دير البلح، بعدين توجهنا هنا في الصحراء قبل الحدود المصرية. ما حدش دور علينا، هينا مرميين في الصحراء، ما حدش بقولنا وين انتو. كان الله في عونكم. إذن هي حلقات ومسلسل طويل من المعاناة التي تعيشها هذه العائلات في هذه الخيام التي أنشئت في المنطقة الغربية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة وبمقربة من الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية. لقناتي العربية والحدث، محمد عوض، قطاع غزة. بعد الفاصل إلى ملفنا السوداني، وفيه حمدوك يناقش مع رؤساء الإيجاد الأزمة السودانية ورؤية تقدم لوقف الحرب. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل،
ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. السودان هذه المرة قال رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبد الله حمدوك إنه ناقش الأزمة السودانية مع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد المجتمعين في القمة الاستثنائية في العاصمة الأوغندية كامبالا، وهي القمة التي قاطعها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وجمد الاتصال مع الإيجاد بسببها. وأضاف حمدوك أنه قدم شرحا للرؤساء عن تقييم تنسيقية القوى المدنية لجذور الأزمة السودانية ورؤيتها لوقف الحرب، وعلى عكس موقفي الخارجية السودانية ومجلس السيادة أشاد حمدوك بالدور الكبير الذي تطلع به الإيجاد والاتحاد الإفريقي. في هذه الأثناء دعت منظمة الإيجاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو المعروف بحمدتي إلى الاجتماع وجها لوجه خلال 14 يوم لإنهاء الحرب في السودان. وكان من المفترض أن يلتقي البرهان وحمدتي في القمة الاستثنائية لرؤساء الإيجاد في أوغندا، لكن البرهان تغيب بسبب عدم تنفيذ مقررات القمة السابقة، كما احتجت الخارجية السودانية على دعوة حمدتي للقمة وقررت تجميد التعامل مع المنظمة. ورحب رؤساء دول الإيجاد بقرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بتعيين أعضاء الفريق المعني بالسودان، ودعوا إلى العمل معا لتيسير وتسيير عملية السلام في السودان. وأبدى البيان قلق قادة المنظمة إزاء استمرار القتال في السودان والوضع الإنساني المتدهور بسبب الحرب، مكررا دعوته لأطراف النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات ووقف فوري لإطلاق النار. سأناقش هذا الموضوع من القاهرة الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية. سعادة الدكتور أهلا بك. وأيضا من أديس أبابا مصباح أحمد، عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. أستاذ مصباح أهلا بك. سأبدأ معك أستاذ مصباح. الحقيقة ربما لما وقع التقدم مع الدعم السريع بيان أديس أبابا، البعض قال يعني تقدم وكأنها أصبحت طرف بشكل أو بآخر في المسألة، وانهالت الاتهامات الكثيرة على بيان أديس أبابا وما فعله حمدوك مع حمدتي في هذا التوقيع. وبالتالي كيف يمكن أن نتحدث عن هذه النقطة ونقدم تقدم على أنها وسيطا نزيها في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أستاذ محمود، حييك وحيي ضيفك الكريم والمشاهدين. تحياتي أستاذ محمود. تنسيقية القوى المدنية التقدم هي عندما أجازت خريطة الطريق المعنية بإيقاف الحرب وأسس ومبادئ إيقاف الحرب، قدمت دعوة لطرفي الحرب، القوات المسلحة، قائد القوات المسلحة وقائد الدعم السريع في وقت متزامن. وكان الهدف من ذلك لقاء الطرفين لمناقشة الرؤية المطروحة من تقدم والوصول إلى تفاهمات لوقف الحرب. وما حدث أن الدعوة التي قدمت للطرفين كانت متزامنة، ولكن جاءت تلبية أو رغبة أو الدعوة، تلبية الدعوة من الدعم السريع أسرع من القوات المسلحة،
واغتنم التقدم هذه الفرصة وعقدت اجتماع مع قائد الدعم السريع ناقشت فيه هذه الرؤية وتوصلت فيه إلى تفاهمات ونقاط محددة حول قضايا مرتبطة بالوضع الإنساني وبوضع المدنيين وبأسس ومبادئ. أستاذ مصباح، ما الذي وجدته؟ يعني أنا نريد أن نعرف مثلا ما الذي قاله السيد حميدتي في هذا البيان، بيان أديس أبابا اللي وقع مع تقدم، يعني هل كان عنده استعداد مثلا أنه ما هي شروطه أو ما الذي وصلت إليه في هذا البيان مثلا أنه لوقف هذه الحرب؟ النقاش كان جادا وشفافا، ويعني التزم فيه قائد الدعم السريع بأنه ملتزم بأسس مبادئ إنهاء الحرب، والتزم كذلك بموافقته غير المشروطة بما طرح من رؤى حول إنهاء الحرب، وكان هنالك جدية في الوصول إلى تفاهم. أيضا التزم بلقاء القائد القوات المسلحة والوصول إلى تفاهم لوقف الحرب، والالتزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات من قبل في جدة، وكذلك فيما يتعلق بالوضع الإنساني والميداني المرتبط بالمدنيين. ولذلك كانت النتائج إيجابية في هذا الاتجاه، وهذه الالتزامات صيغت في إعلان، وكان من المنتظر أن تنقل هذه الالتزامات إلى الطرف الآخر قائد القوات المسلحة ويتم النقاش معها والوصول إلى تفاهم حول، باعتبار أن هذه نقاط إيجابية يمكن أن تصب في صالح التوصل إلى تفاهم لوقف الحرب ولرفع المعاناة عن الشعب السوداني، وهو ليس إعلان اتفاق بين الطرفين وإنما إعلان وسط يعني تقدم تقوم بدور وسيط ليس أكثر. سعادة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، هنا المشكلة، الكرة الآن في ملعب الفريق البرهان، يعني الفريق البرهان لم يستجب لهذه الوساطة التي قدمت من حمدوك، والرجل يعني عنده تاريخ في السودان ونزيه يعني، وفكرة تقدم أيضا لماذا يعني يتم الانتقاد أنها وقعت مع الدعم السريع رغم أنه أصلا الدعوة وجهت للطرفين، يعني هل قصر الفريق البرهان في أنه يستجيب لهذه الدعوة ويستجيب للجلوس مع حمدوك، وهل أصبحت الكرة في ملعبه بشكل كامل، وهل لو حضر كان ممكن نصل إلى صيغة طالما أنه حمدتي وافق كان ممكن البرهان يوافق أيضا وينتهي هذا الكابوس من السودان؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين وبضيفك الكريم. مساء الخير سعد. حقيقة الوساطة في تقديري دكتور عبد الله حمدوك ومجموعة تقدم بدأت في الاتجاه الخطأ في الزمان والمكان. كان من المفترض أن تبدأ بلقاء رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية، وهي أصلا كانت جزء من الحكومة السابقة، وبالتالي بدايتها الخطأ بالجلوس مع الدعم السريع والانتهاكات التي حدثها في الساحة السودانية أوجدت حاجز نفسي كبير جدا. الشعب السوداني بكامله، الحكومة والشعب يروا أن تقدم إلى الآن لم تدن الانتهاكات التي قام بها الدعم السريع، وبالتالي هذا الحاجز النفسي أدى أيضا ضغط على تقدم، فأصبحت ليست وسيط. الوسيط هو يجمع الطرفين فقط ولا يوقع اتفاقيات. مسألة إنه هذا إعلان مبادئ، هذا لا يحفي تقدم من أنها وقعت اتفاق مع الدعم السريع ومنحته ما لم تمنحه له العمليات العسكرية، إدارة مناطق تحت سيطرته، عدم الخروج من المنازل وتنفيذ ما اتفق عليه في 11 مايو الماضي. قائد الدعم السريع يتحدث عن التزامه بإنهاء الحرب، كان عليه أن يقدم السبت أن يلتزم باتفاق 11 مايو حتى يكون لديه قبول ولتقدم قبول على الساحة السودانية. لذلك الآن أصبح من الصعب أن يتم اللغاء، واللغاء تم إعفاؤه وتأخيره بسبب إجراءات فنية لم توضح حتى الآن. أيضا طلب قائد الدعم السريع أن يحضر اللغاء رؤساء الإيجاد ومراقبين، الآن الإيجاد تتحدث عن اللغاء وجها لوجه بعد أسبوعين، وواضح أنه هنالك ربكة في الإيجاد، هنالك ربكة في التحضير، هنالك ربكة أيضا في المفردات التي وردت في اتفاق أديس أبابا. طيب أستاذ مصباح، هنا المشكلة، سعادة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب يقول يعني تقدم أعطت ما لا تملك، يعني أنك تجمع الطرفين المختلفين لكنك توقع
وتعطي أنه يحق للدعم السريع أن يتواجد في أماكنه وغير ذلك، هذا ليس من حق التقدم أن تفعل ذلك، يعني أن تعطي ما لا تملك. هذا غير صحيح طبعا. الاتفاق لم ينص على إعطاء أي طرف من الأطراف أحقية في أماكن وجوده، لأن هذا الموضوع مرتبط بالنقاش والحوار ما بين الجانبين، والنقاش تقدم مع قائد الدعم السريع هو ليس يعني أمرا جديدا. سبق للقوات المسلحة أن جلست وتحاورت مع قائد الدعم من قوات الدعم الوفد قوات الدعم السريع في جدة لفترات طويلة، يعني يمكن 8 شهور. وحل القضية السودانية والأزمة الراهنة لا يمكن أن يكون مع طرف واحد، مع طرفين. وكان من الممكن لتقدم أن تلتقي القائد العام للجيش إذا كانت الرد على الدعوة جاء بصورة سريعة. فقط كان المطلوب أن يتم تسريع إيقاع اللقاءات ويتم التوصل إلى تفاهمات يمكن أن تفضي إلى تكسير الهوة بين الطرفين، ويمكن أن تساهم كذلك في إنجاح اللقاء المقترح من الإيجاد، باعتبار أن القوى المدنية يمكن لديها علاقات مع الطرفين ولديها تواصل مع الطرفين ما قبل الحرب وما بعد الحرب، وبالتالي يمكن أن تجسر الهوة ما بين الطرفين، مع أن كل النقاشات التي تدور حول آليات اللقاء وكيفية يعني تم كيف ونتائجه ممكن أن تكون مطروحة للنقاش سلبا وإيجابا، هذا أمر مقبول. ولكن الاتهام بأن تقدم أعطت الدعم السريع شرعية، هذه الشرعية لم نعطيها نحن، الشرعية أعطتها القوات المسلحة عندما جلست مع الدعم السريع في جدة، وعندما قبلت بمبدأ الحوار بنفس الصفة. وبالتالي كل المطلوب الآن هو الجهود التي يعني تقوم بها تقدم، والتي تقوم بها الإيجاد والاتحاد الأفريقي وكذلك منبر جدة، هدفها الأساسي أن يتم ردم الهوة ما بين الطرفين، وأن يتم لقاء مباشر يفضي إلى نتائج إيجابية تحقق الاتفاق الذي ينهي معاناة الشعب السوداني. هذا هو المقصود وهذا هو المأمول، ولا تزال هذه الجهود مستمرة من تقدم ومن الإيجاد ومن الاتحاد الأفريقي وكذلك أيضا من الوساطة السعودية الأمريكية. طيب سعادة اللواء، يعني أنا لا أريد أن نبحث كثيرا في مشاكل من الصح ومن الخطأ، لكن نريد أن نقفز إلى الأمام في إطار طيب وإيه الحل. يعني دائما نبحث عن هذا السؤال، ومتى ينتهي هذا الكابوس. يعني سعادة اللواء، هل الأزمة أنه يعني تقدم والدكتور حمدوك التقى مع حميدتي قبل أن يلتقي مع البرهان، هل هي مسائل إجرائية وصلت لهذه الدرجة؟ طب ما الذي يقبل به الفريق البرهان الآن، وما الذي يقبل به الجيش السوداني الآن، طالما الأمور وصلت إلى تجميد عضوية مع الإيجاد وعلاقة متوترة مع الاتحاد الإفريقي ورفض للوسطات؟ طب وما الحل؟ في تقديري بعد إعلان جدة ب 48 ساعة قام الدعم السريع بالدخول إلى ولاية الجزيرة، وهي ولاية اقتصادية ليس بها أي مواقع عسكرية أو حيوية بأي حال من الأحوال. وبالتالي أصبح الشعب السوداني الآن يشعر بأن الدعم السريع معركته مع الشعب السوداني وليست مع الجيش وليست مع البرهان. هذا من ناحية مهمة جدا. الناحية الثانية، الآن السيد حمدوك أصبح هو طرف ثالث، الحرب كانت بين قطبين، قائد الجيش وقائد الدعم السريع. الآن السيد حمدوك أدخل نفسه كطرف ثالث يتحدث عن الإعمار، يخاطب الرؤساء بدون أي شرعية، بدون أي تفويض من أي جهة. هذه مسألة مهمة جدا الآن، لأن هنالك قوى سياسية أخرى تطمع في أنها تخاطب وتتحرك، ولكن إعطاء فرصة لهذه المجموعة، مجموعة التقدم، يعقد من الأمر. لكن إذا افترضنا أنه الآن لكن هو يتحرك كمجتمع مدني، يعني هم يتحركون كمجتمع مدني، يعني ما أحزاب سياسية مجتمع مدني ما لهمش علاقة بالحكومة أو بالجيش أو بالطرفين، يعني هذا مجتمع مدني حق له أن يتصرف. يعني نفس هذه المجموعة ونفس المجتمع المدني كان جزء من الأزمة، ويمكن كلنا كنا نتذكر أن الاتفاق الإطاري تمت فيه إشكالية دمج الدعم السريع. إذا أردنا الحل الآن يجب أن نرجع إلى جذور المشكلة وإبعاد كل من كان جزء من الأزمة، لأنه لا يمكن أن يكون جزء من الحل. هنالك أعضاء في تقدم أو قحط السابقة تحدثوا عن إما الاتفاق الإطاري وإما ستكون هنالك وسائل أخرى من ضمنها الحرب.
نفس الأشخاص نفس الأسماء لا يمكن أن يكونوا الآن موجودين كمجتمع مدني يعمل على إحلال السلام، وهم كانوا جزء من الأزمة. هذه هي عوامل نفسية كبيرة جدا. لكن إذا افترضنا وعدنا إلى جذور الأزمة، يجب أن يعلم الدعم السريع أن هنالك محاسبة على هذه الانتهاكات، اغتصاب، نهب، تدمير للبنيات التحتية. يجب أن يعلم الدعم السريع أن الدمج محدد بسنوات محددة. بشكرك سعادة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، وأيضا الأستاذ مصباح أحمد، شكرا جزيلا لكما. سؤال ممتد طويل في الحالة السودانية في الأفق الحل الذي يمكن أن يطرح في هذا التوقيت، عن من أين يبدأ، من عند الدعم السريع أو من عند الجيش أو من عند المنظمات الإفريقية، التحدي الإفريقي ومنظمة الإيجاد؟ سؤال كبير يطرح عنه ويجيب عنه أيضا الواقع في الحال في السودان. وصلنا إلى ختام هاتين الساعتين. في الختام تقبلوا دائما تحياتي وتحيات الفريق العامل معنا، لكم دائما تحياتي، إلى اللقاء.